انت بتعمل ايه في الطابور بتاعك يا ابو بكر؟ بتلعب رياضه في الطابور بتاع المدرسه؟ بتعملوا ايه؟ انا مش فاكر بيعملوا ايه يا بوبي في الطابور المدرسه. بنعمل تحيه العلم. ايوه. وبنقول اخبار الصباح. الاذاعه المدرسيه؟ الاذاعه المدرسيه طبعا. اه. هل ده موجود دلوقتي يا دينا؟ يعني بعض المدارس اه لسه موجود طبعا. اول حاجه بنحيي العلم. ايوه. ويبقى في تدريبات رياضيه خفيفه. ايوه. قوي. وبعدين نسمع الاذاعه المدرسيه. صفا. انتباه. ايوه. ونقعد نعمل حاجات كده فاكرها انا عارفها انا تقعد تعمل كده وتعمل حاجات كده فوق. ما هو انت الاكل نساك الكلام ده؟ اه معلش بقى. طيب دلوقتي هنتكلم في نقطه الكسل، دلوقتي احنا اتكلمنا عن التغذيه السليمه، التغذيه السليمه طبعا عند بوبي مش موجوده. صح كده يا بوبي ولا ايه؟ انت اهم حاجه. بس نفسي مفتوحه شويه. بس ده غلط على صحتك وعلى رجليك. حاجات مفيده. بتاكل ايه؟ حاجات مفيده كلها. طبعا طبعا بس في الاكل بس. اه جربت المفتقه قبل كده؟ الايه؟ المفتقه. جميله. جميلة جدا. انا ارد اقول له ايه؟ انا ما اردش بقى على المفتقه دي ما اعرفش. بس المفتقه دي بياكلوها اللي هم رفيعين وعايزين يتخنوا. فعلا؟ اه يعني مثلا دينا ممكن عشان هي رفيعه فممكن اه قوي قوي الحقيقه فممكن تاكل المفتقه عشان تبقى تخينه بس مش هتوصل يعني عمرها ما هتبقى كده. فعلا؟ لا لا صعب بصراحه انت 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 وصلت لمرحله. كريم مركز قوي مع كرش. ما انت اصل انت ماشي بمبدا العقل السليم في الكرش السليم فده غلط. يعني المفروض العقل السليم في المخ السليم. وده يا أصحابي صح ولا غلط؟ كل أصحابي يعملوا اشتراك للقناة وسبسكرايب وفعلوا الجرس بسرعة مستنيكوا